بالنسبه لانشاء الاتحاد المصري لدراجون بول ده هو كان حلم كنا يعني بنحلم بيه من 2016، لان الرياضه دي دخلت مصر من 2016 والحمد لله. طبعا ده نتيجه الكفاح اللي احنا عملناه والمجهود اللي احنا عملناه في مصر على اساس ان الرياضه تنجح ويبقى ليها اتحاد الناس تقدر تستمتع بيه وتمارس الرياضه في مصر وبحريه. مستنيين من 4 سنين بنجري على الاتحاد، والحمد لله الاتحاد اتعمل، وباذن الله الايام الجديده هيبقى فيها شغل اعلى وفيها سفر وفيها بطولات اكبر بكتير ان شاء الله. فهي مش موضوع رياضه بس، هي موضوع تبادل ثقافات، حاجات كتير، فعلشان نخلي الريتم كل واحد وكلنا كاننا مكنه ترس في نفس اللحظه في نفس الثانيه، فهم المفروض بيمشوا معايا على الطبله.